ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذا كان كافر ودعوته إلى الإيمان بالله هذا خير، وإذا آمن دعوته إلى التزام بما يجب عليه هذا خير، وإذا حثثته على فعل المندوبات هذا خير، لكن مراتب الخير مختلفة. وإذا نهيته عما حرم الله هذا خير، وإذا نهيته عن المكروه ما يكره الله أيضا هذا خير، لأن في تركه ثواب. وإذا علمت إنسانا أن المباحات يقصد فيها وجه الله سبحانه وتعالى هذا خير، وهذا الخير إما أن يكون فرض كفاية يتعلق ببعض الأفراد مثلا كالقضاء والذين يعلمون التجويد والذين يعلمون العقائد والذين يعلمون الفقه والأخلاق ومسائل الدعوة، وإما أن يكون هذا الواجب يتعلق بالأعيان إذا كان مما يتوجب عليهم الأمر به والنهي عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على العموم كل عاقل بالغ مكلف بيده، فإن لم يستطع هذا من محاسن الشريعة التيسير، والإنسان بالحكمة وبما لا يترتب عليه أفحش من هذا الإصلاح بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه قضية يعني كبيرة، مسألة ترتيب المصالح وما يترتب عليها من مفاسد، أو المفاسد وما يترتب عليها من مصالح، وما يثاب الإنسان عليه وما يأثم به الإنسان، قصة طويلة. لكن المهم أن الإنسان يعني يدعو إلى الخير، إما الخير يكون واجب على الأعيان، إنسان لا يصلي تقول له صلي، هذا يجب علي أن أقول له صلي صم زكي وإلى ما يتبع ذلك. لكن هناك أمور تتعلق بالعلماء يدرسون الفرق والمذاهب و بما لا يستطيع العام أن يصلح لغيره هذه الأمور، فتجد العالم يصلح للقدرية للمعتزلة للجبرية للمجسمة وإلى ما يتبع ذلك، فهذا ما يتعلق بفروض الكفايات يعني ببعض الأفراد، ويسقط على الآخرين بقيام هؤلاء الأفراد على هذه المهمة.